يقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم، اللي عنده سؤال يكتبه ما في كلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تأجيل السنة الراتبة لصلاة العشاء إلى ما قبل النوم؟ ما دام أنه في الوقت فلا بأس، ما دام في الوقت صليها بعدها في وقتها ما في مانع، ولكن كونه يبادر فيها لئلا ينساها أو يتكاسل عنها أحسن. نعم.